السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده الاربع كالعاده عارفين بيبقى يوم الاربع دايما مع حضراتكم بنحاول نعمل اكلات تكون للاطفال، ولكن طبعا احنا كسرين الروتين من اول الاسبوع عشان طبعا العيد. وكل سنه وانتم طيبين. خلاص بكره الخميس نعمل طبق فته، بعد بكره ان شاء الله الجمعه كل سنه وانتم طيبين، بكره وقفه عرفات. يا رب ان شاء الله يا رب كل اللي يتمنى يا رب يروح الحج ما راحش السنه دي ان شاء الله السنه الجايه يروح، وكل الناس كلها تتبسط، وان شاء الله يبقى عيد سعيد على حضراتكم وعلى كل مصر مسيحيين ومسلمين. اعيادنا كلها يا رب تكون فرح لحضراتكم. كنا امبارح جايبين خروف وقعدنا نتكلم، بكره ان شاء الله عندنا برضو تقرير لطيف جدا ليه علاقه بالخروف، ليه علاقه بالعجل، ازاي بنشتريه، ازاي بنجيب، بنقطع منين، بنشوي ازاي. ده كله كالعاده زي كل سنه، الموضوع ما فيهوش اي زيادات ولا في حاجات تكون مختلفه للموضوع، يعني خلاص احنا عارفين الفته فته، الموزه موزه، بس بنتكلم بالتفاصيل ازاي حته لحمه نظيفه، حته لحمه تكون كويسه، ما حدش يضحك علينا. ده التركيبه الطبيعيه لكل واحد بنعملها كل سنه مع حضراتكم بشكل يكون بسيط جدا وسهل. حتى انا كمان المره دي عاملينها في مكان مقفول علينا بحيث ان الحاجه تكون برده واضحه، فحد يكون بتحبوه اكيد شفت البرومو. وده مهم جدا لما كمان اروح اي مزرعه او اي مكان نشتري منه حاجه يكون حد معروف، مش بصفه اللي يكون معروف اعلاميا، لا بصفه يكون موثوق فيه على الاقل، كان عنده اشترينا منه ايا كان الموضوع، بس يكون في الاول وفي الاخر في مصداقيه، وده المهم جدا بالنسبه لي. النهارده ان شاء الله مع حضراتكم هنعمل ثلاث اطباق اسهل من بعض. انا هشتغل على طول على فكره، مش هطلع فاصل عشان عندي فخده عايز اشتغل بيها. هشتغل على طول واحده واحده. فخده فخده ضاني، وعندي كمان طاجن باميه هنعمله برده بحتت لحمه حلوه كده ممكن تكون برده موجوده من وش الفخده او من حته الموزه حسب اللي عندي. وعندي طاجن كده كبده وكلاوي وبتاع حاجه تاكل الموضوع يكون برده ليه طعم. طبعا الاكل راح كان النهارده ماشي الكلام، ما كانوش النهارده بكره على الفطار ان شاء الله، بكره وقفه عرفه ان شاء الله فيتفطر بيه، او طبعا يكون مؤهلين للعيد ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. طيب الفخده شفيناها، ما رضيتش بقى بصراحه نعمل بقى النهارده سكاكين تاني وبتاع، قلنا لا خلاص بقى خلينا كده ايه الموضوع يكون بسيط جدا ونشتغل برده بشكل بسيط. دي فخده وتشال منها العظمه، هحاول برده هوضبها قدام حضراتكم عشان لو حد اشتراها بالشكل دوت يكون برده عنده المعلومه، بحيث ان برده ما يبقاش واحد حاسس ان هو ايه، يعني لو جالي حته اللحمه الفلانيه هعملها ازاي، لا هنوضحها كل شيء. هجيب عندي بوله فاضيه عشان اطلع فيها اي حاجه انا مش عايزها، عندي الناحيه الثانيه حله سخنه وعندي الناحيه الثانيه فيها ميه سخنه عشان انا اشتغل بيها رستو، فاكيد ممكن احشيها ممكن اتبلها ممكن انضمها، هنشوف ده كله، بس الاول ننظف الحاجه واحده واحده. زي ما حضراتكم شايفين كده نبدا الاول نوسع نفسنا كده، نجيب سكينه بسم الله نمشي دايما مع الفوارغ دي شايفها هشيل اي حاجه عليا مش مستلطفاها، اي دهون زيادات اي حاجه مش عجباني، بروح اعمل كده ومنظف حاجتي اول باول. معلش طبعا ده لما يستوي برضو هيكون موجود، ولكن الالطف لما ننظف الحاجه اول باول ونكون ماشيين بالشكل ده. بس الحاجه زي كده مش شايفها حمده موجوده في كل حته، بس ليه ما شيلهاش؟ اهي بكل بساطه حاجه زي كده مثلا كده اهو. في بعض الناس تحب الدهون وماله، بس انا برضو بقول لده ولده كده اهو. شيل اي حاجه ممكن تكون مش لطيفه او مش حلوه. حلو الكلام، وامشي كده شايف حمودة ماشي فين؟ ده كله انا عايز اتبله، فهتبله ازاي؟ لازم ننضف طبعا ونشيل كده اي حاجه احنا مش عايزينها، وبعد كده هنبدا نشتغل على طول في التتبيله. في فخده طبعا لما نتبل كويس من دلوقتي هنبدا في الاخر نستريح واحنا بنطبخ واحنا كمان بناكل، وده الافضل. كل ده كله بيتفتح قدام حضراتكم اهو بشكل بسيط جدا وشكل سهل. واضحه كده يا فندم، ادي الفخده متصنفره ومتنظفه من جوه ومن بره. بره كمان هنظبطها لو فيها حاجه برده زياده كده، طبعا متشال منها كتير ولكن لو حابين يشيل تاني برده ما عنديش مانع. كده وسيبها، دي بتبقى مداني لون حلو برده وريحه لطيفه في الفخده. طيب هتبلها ازاي؟ حبه فلفل اسود مبهرين كويس قوي مع حبه بهارات مشكله وحبه ملح، انتهى البساطه. لو حابب اعشاب وماله، مش حابب انا كده الحمد لله برده زي الفل مفيش مشكله خالص، حاجه اهم شيء تكون متبله. ممكن اعمل كده برده حركه كده عشوائيه بالشكل ده كده اهو، افتح شويه فيها بحيث ان اتبل برده بالمره في النص حاجتي كلها بحبه ملح وفلفل او بهارات مشكلين بالشكل ده. حاجه اللي ممكن تكون حاسين ان ممكن يكون لحمها تخين شويه كده اهو، بنشرحها ونتبلها بشكل بسيط جدا بحيث الحاجه تبقى متبله وتمام. حلو الكلام لحد كده؟ حلو الكلام. ادي شكل الفخده بالشكل دوت، ببدا المها تاني وابدا اعمل كده واعمل كده. ادي قدام الفخده
بكل بساطة. حلو الكلام كده يا فندم، هجيبها عندي دوباره وهبدأ على الأقل أحاول أنضمها أي رضمة بحيث إن هي تبقى بس إيه مكمورة شوية بشكل بسيط وسهل جدا. تقبل برضه الحاجات اللي قدامي دي كلها، كله يكون بالشكل ده. بس عايزين إيه نوضح كده كمان حتى الظهر بالمرة ونبقى عارفين بنتكلم على إيه. دي كده أولها، ونعمل كده ونعمل كده ونعمل كده. أهو ماشي يا فندم. نجيب عندنا حته دباره ننضمها نضمه حلوه كده. عندي حله سخنه، عندي ميه سخنه، ده مهم جدا، ده كله هيفرق معايا في التسويات. كده اهو كده طريقه واحده بتاعت اللف. بعمل كده وابدأ امشي واحده واحده كده اهو. دي فخده ضاني من غير عقم. اوسع شويه، ممكن كل نحشيها اعشاب، بس انا عشان عملت قبل كده اعشاب في العرق التريبيانكو مش عايز اعمل كل حاجه تكون بنفس الطريقه وبنفس الشكل، يكون في تغيير شويه. اهو كده اهو. وكمان نلضم دي في اخر حته، ممكن اهو كده مثلا نلضمها نضمه حلوه. انت معايا محمد؟ ها بس حلو الكلام كده. هاجي عندي برضو بسنه ملح بسيط على الوش مع سنه بهارات مشكله. البهارات دي كلها ورب بيحبها، اوسع لنفسي شويه كده وابدا احضر حاجتي كلها. هجيب عندي حله سخنه كده اهو. حلو الكلام. وكمان هديها لسعه وهعمل لها خلطه برضو، بس الاول اتسحى الاول. بسم الله. سنه زيت. حلو الكلام. وهروح جايه عندي كده ماشي كده، هعمل حركه حلوه برده بالمره تديني لون حلو عشان ما ادخلهاش الفرن تاني. معلقه صلصه طماطم، معلقه واحده صغيره، وبايدينا اهو بالشكل ده كده اهو اهو كده. وش وضح كده. وراح جايه عندي على طول. بسم الله. حلو الكلام. هجيب عندي الكبه بتاعتي، اول ما تاخد اللون اكون عملت الخلطه بتاعتي اللي هشتغل بيها. هعمل لها خلطه حلوه جدا وبسيطه، وهعملها كمان عندي بطاطسايه هروقها طريقه محترمه. عندي طماطمايه، بصلايه، فلفل حار كمان لو حبيت، عود كرفس، عود كرات، وراس توم. وهديهم كمان عندي سنه زيت عشان يبقى الموضوع معايا مظبوط وفي المكنه. وشغال اخد لسعه تمام جدا. عملت الخلطه دي سريعه جدا اهو. هجيب عندي الاعشاب، هبدا برده انزلها على وش الخلطه، ما رضيتش احطها في المكنه عشان ما تكلكعش مني. هجيب عندي حبه اعشاب لطاف، ادوني في التتبيله نفس، لو متوفرين مش متوفرين نعملين كل حاجه وزي الفل والحمد لله. حلو الكلام. هجيب عندي اللحمه، زي ما حضراتكم شايفين خدت اللونين حلوين بالجنبين كده اهو اهو. خدها صدمه من كل الاتجاهات بتاعتها بحيث ان انا برضو ما احتاجش للفرن في اخر الطبخ. تمام تمام جدا. هجيب عندي دلوقتي تقريبا الناحيه الثانيه على وشها كده اهو. طبعا معلقه صلصه طماطم ادتني اللون ده كله لطيف جدا وبسيط. هحضر عندي الخلطه احطها على الوش كده، تتلسع شويه برضو معاها كده اهو. خلطة واضحة جدا وبسيطة، ثوم وفلفل واعشاب وبهارات كده اهو. وهبدأ احط عندي حاجتي كلها دلوقتي على طول. بصلاية، جزراية، ليمونية. ادي الجزراية، ادي البصلاية، وادي ليمونة متقطعة عشان اي ريحة اي حد ممكن يكون قلقان شوية مضاني. الراب بتاعي على الكرفس، وعندي كمان طماطماية، وعندي بطاطساية اقطعها صغير جدا وحاططها برده في قلب الميه تنزل برده معايا كده بالشكل ده كده اهو. ما رضيتش احط التتبيله من الاول او الخلطه عشان ما تتلسعش وتتحرق مني، عايز تكون فريش زي ما حضراتكم شايفينها كده بكل بساطه وسهوله.
ماشي الكلام واضح الامور. اجيب عندي ميه سخنه او لا يعني ميه تكون مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدا اعمل كده بالراحه واحده واحده. بسم الله. داير ما يدور عشان اخلي كل حاجه تاخد وقتها وتمام التمام. على ما اعتقد الفخده الضاني ما هياش قصه على قد ما احنا عملنا بس التكنيك بتاعها تبناها. لو كانت بعضمها ممكن تمشي معايا، من غير عضم برده ممكن تمشي معايا حسب اللي بنحبه. كل حاجه بكل بساطه وسهوله. الخضار ده كله هيبدا ينهار، هيديني طعم كويس جدا، هينزل ميه وطعم وريحه الفخده بتاعت الضاني متنضفه متصنفره متبله وملفوفه، وتعيش حياتها وتاخد وقتها وتتعاش. هطلع فاصل صغير جدا اروق المكان، نرجع بقى نخش على طاجن باميه. يا سلام لما يتعمل النهارده ويبات لبكره. اطلع فاصل. يا اهلا بيكم مره تانية مع الام هنيه. يا رب يكون شكل الفخده كان لطيف واحنا عملناها بكل بساطه وكل سهوله. الطبق الثاني هنراجع عليها بالمره، معلش يا حماد عشان لو حد فتح دلوقتي متاخر يعني يبقى برضه نراعي الناس المشكله يعني. بص منظر الفخده عامله ازاي. دي فخده ضاني ما فيهاش اي حاجه ليها علاقه بالعظم، متشفيه متنضفه متبله من جوه وملفوفه بالدباره بشكل بسيط جدا، وعليها خلطه حلوه جدا. جواها الخلطه دي فلفل كرفس وكرات وطماطم وتوم وبهارات حلوه مشكله، وقلبناها كويس جدا بعد ما اتصدمت عشان ما تتحرقش الخضار ده كله او الخضره دي. حطينا عليها كمان بصل وكرفس وكرات وكمان بطاطس في النص، وعملناها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وسايبينها تعيش مع نفسها. بحب اوضح كل حاجه بقى. طيب الطبق الثاني هعمل حته لحمه بباميه فريش. ادي الباميه الفريش هعملها، شايفها يا استاذ؟ يعني احنا في ايام العيد فمعلش احنا انا دايما بعملها فروزن ومش وحشه فروزن، ولكن حبيت بس اعملها النهارده بقرن فلفل كده حلو. ويا سلام لما يتعمل الطاجن ده ويبات الموضوع بيختلف تماما والله العظيم. اي صلصه طماطم بتبات بتبقى طعمها حلو جدا. طيب تعال نجيب حته اللحمه دي، طبعا ممكن تطلعها من وش الفخده نعملها بموزه. انا بس برده بحاول دايما اكون واضح مع حضراتكم انضف اي حاجه برده قدامكم كده معايا حماده. طبعا ده لو انا مش هشتغل بيه في مثلا في اللحمه، ودي طبعا حلاوتها لما تكون موجوده معايا في الباميه برده، بس احب اوضح. بسم الله اهو كده واقطعها مكعبات. انا بحب اللحمه صغيره جدا عشان تبقى على القد، وكمان لو كشت تكون برده مظبوطه عامل حسابها، والاضافه من دي ودي كمان، والاهم كمان تعرف تاكلها بشكل بسيط. اللحمه دي هنشوحها بالزبده، هنروقها دلوقتي ترويقه محترمه. بس شكل اللحمه عامل ازاي؟ ده خروف على فكره اللي كنا شغالين بيه بقالنا يعني كذا حلقه. خروف ده برقي، باين جدا من لونه وباين جدا من عظمته وباين جدا من تسويته ومن ريحته. يعني ملهوش الريحه اللي انتوا عارفينها، البرقي بالذات ملهوش الريحه اللي حضراتكم عارفينها اللي بالي بالك يعني. انا ما بحبش الضاني عامه لما يكون في ريحه ما بعرفش اشتغل بيه او ما بعرفش اكله، انا من الناس دي جدا يعني. فعشان كده ببقى حريص قوي، حتى لما بشتغل حاجه بقيسها على نفسي. وانا هاكلها ازاي؟ لو انا هعملها اعملها ازاي؟ حضراتكم طبعا احسن مننا، مش ان انا اكون اكل حاجه حلوه واعمل حاجه تكون عاديه، لا، اللي اقبله على نفسي وعلى بيتي وعلى عيالي حضراتكم طبعا اكيد افضل واحسن كمان، يعني لما تعمل حاجه صح. حته اللحمه بص تحس ان هي بقري، بص عامله ازاي؟ ده ضاني بس لحمه نظيفه، وده مهم جدا. فاحنا اليومين دول بنشتري خرفان وبنشتري لحمه، فندور على الحاجه الموثوق فيها على حته اللحمه النظيفه، بحيث ان الواحد يكون برده عارف بيشتغل بايه، هنطبخ ايه، هناكل ايه، ما ناكلش من الحاجه واحنا لسه بنشتريها. من احنا ما بنشتريش كل يوم لحمه او ما بنشتريش كل يوم خروف نذبحه ونعمل بيه كل الحاجات دي كلها. هسيب طبعا الملبس ده موجود، والله كمان دي هشتغل بيها بالمره، ايه المشكله يعني؟ يعني مش هتروح في حته، اهي تديني كمان طعم حلو كويس ويبقى لطيف. شيل بس لو حته شغده كده ولا كده ملهاش وجود في الموضوع، عشان لما بتستوي طعمها مش حلو، شكلها مش حلو في الحله، ده المقصود. دي هي مثلا دي بس. حلو الكلام. ادي حته لحمه، كيلو لحمه محترمه اهو اهو، اكتر كمان من ما شاء الله من كيلو. هتبله بسنه بهارات حلوه كده اهو، سنه كمان بهارات دي بتبقى طعمها حلو جدا، سنه ملح بسيطه. تبلنا اللحمه بتاعتنا اهي بالشكل ده، حلو الكلام. وهنشتغل فيها، هنعمل ايه؟ هنجيب حله، بسم الله، نديها سنه زيت الاول وهندلعها بالزبده بس واحده واحده كده اهو. ونجيب عندنا حبه اللحمه، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو اهو، ونبدا نشتغل بيها
واحده واحده. طب وانا شغال في اللحمه هعمل ايه؟ هحضر طبعا زي ما اتفقنا عندي توم وعندي الزبده بتاعتي، وهاجي الناحيه الثانيه برده هشغل حله، عندي مرقه هنا شغاله سيبها على جنب، اجيب حله وهشتغل فيها برده واشوح فيها الباميه بتاعتي. الباميه كل ما تكون صغيره وكل ما حجمها يكون صغير كل ما يكون طعمها احلى واطعم. سن الزيت للباميه، وهجيب عندي زبده، ولكن الاول تشويحه بسيطه كده عشان هديها بق مرقه كده حلو تبدا تستوي معايا. الباميه شغاله وعندي اللحمه هنا، بسم الله قلب اللحمه. سنه البهارات اللي حطيتها شالت اي نوع من انواع الزفاره لو كان فيه، لكن ما فيش ان شاء الله يبقى الموضوع زي الفل. بشوحها اهو وانا شغال عادي جدا. بجيب عندي ورقتين غير احطهم في النص، حبيتين حبهان وماله، يديني نفس كويس ويعلوا معايا في التست اهو. قلبها بس على السخن كده عشان تديني اللون حلو زي كده مثلا. بص اللون ده حماده لسه نيه اهي، ما استوتش. شم الريحه ده اهم من الكلام، يعني اهم من الشكل الريحه والطعم. انا بعمل لحمه ضاني لازم اكون حريص جدا وشغال واحده واحده. الباميه دي باميه فريش بلدي صغيره، حجم حلو جدا وبسيط. بشوحها الاول في سن الزيت لوحدها عشان اشيل منها اي حركات كلنا برضو عارفينها، يعني بتكلم بكل وضوح. وهديها عندي مكعبين زبده وابدا اقلبها شويه برضو الباميه تتطعم اهو كده، وسيبها شويه. هاجي الناحيه دي اكمل تشويح، واول بحس ان انا خدت اللون كله اللي انا عايزه اهو من كل حته في اللحمه زي ما حضراتكم شايفين. ابدا اديها ايه؟ برضو زبده اهو، طعم اللحمه كويس ونقلبها كويس، وبعد كده هنبدا نسلقها. كل ده كله قبل السلق. الزبده بقى نزل، بص عامله ايه؟ شايف يا حماده؟ اهو انا شامم ريحه بسم الله ما شاء الله، اكيد يعني بالهنا والشفاء للي ياكل لحضراتكم طبعا. ريحتها حلوه جدا. هنا لما بنشوح ال 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 الباميه واحنا بنشوحها نديها معلقه ثوم، وهنا كمان نديها معلقه ثوم على التست، خلي الحاجه تبقى ما تدخلش عليها بحاجه. هنا بتشوح دي كده، وهنا نفس الكلام اللحمه تمام التمام. خلاص خدت فص الثوم، خدت ورق الغار، خدت البهارات بتاعتي. هروح اعمل ايه؟ مروقها عندي ببصلايه حلوه في النص كده عشان هسلقها دلوقتي حالا. ثانيه واحده كده اهو، وراح مقلبها كده بعمل طاجن. انا لسه ما اشتغلتش فيها لحد دلوقتي. طب هتعمل ايه بعد كده؟ شوحناها بالزبده وبالثوم وبورق الغار والحبهان. اجيب عندي حبه ميه سخنين كده اهو، بسم الله، واسيبها عندي تكمل تسويتها وتتعايش اهو. بس كده متشكرين. علق عليها النار وسيبها. هرجع تاني هنا للباميه، فص الثوم زي الفل وتمام التمام. يا سلام لو قدامي ليمونه، معلش في باميه وقعت حرام لما ندوس عليها مشيت ذنبها. هجيب عندي يا رب الاقي قدامي ليمونه كده ولا بتاع، مش كده مفيش ليمون قدامي. مين يا فندم؟ انا اسف يا ابو محمد. صباح الفل يا ماما، كل سنه طيبه. السلام عليكم. ازيك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا ماما؟ الله يخليك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وبخير وسعاده دايما يا رب، انت والاسره كريمه يا رب. الله يخليك. تحت امرك يا ماما وامر سهاد كلهم. احنا عايزين نشوف طريقه الفته يا استاذ. مش سامعك يا فندم، انا اسف. طريقه الفته. طريقه الفته عينيا يا ماما. حاضر حاضر، اوامرك يا امي. بكره ان شاء الله هنعمل فته، او حلقه هتقدم لحضراتكم بكره ان شاء الله فيها الفته من اولها لحد اخرها. حاضر، اوامر. اي خدمات تانية؟ بشكرك جدا يا حاجه. حاضر يا امي، بكره ان شاء الله يوم الخميس حلقه فته بتقرير لطيف هتعجبكم ان شاء الله باذن الله كالعاده زي كل سنه يعني. هرجع تاني هنا فص الثوم، وكان محتاج له ليمونه بس ما لقيتش الليمونه، بس ايه مش مشكله، ماشي ماشي سهله يعني نعرف نتصرف. نحط على طول دلوقتي حبه المرقه، مش مشكلة الليمونة ممكن في الأواخر عادي. نحط دلوقتي إيه؟ حبة مرقة عشان أسوي البامية شوية. طب ما تسويها في اللحمة. أقول لك لأ، ما قارنش تسوية البامية باللحمة، حرام. بسم الله يا أم ممدوح. صباح الفل يا ماما. حاضر عينيا. صباح الفل يا أستاذ علاء. ألو. ألو يا أستاذ علاء. هو الصوت يا جماعة بعيد جدا، أنا آسف. ممكن تظبط الصوت شوية؟ كيف علاء؟ ألو. ألو يا أستاذ علاء. أيوة يا حاجة، إزي حضرتك؟ ازيك يا علاء يا حبيبي؟ الحمد لله يا ماما، اخبارك انت؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. الله
كل سلام طيب يا عليا ويقعد عليك الايام بخير يا رب يا حاجة، وعلى حضرتك وعلى اولادك وعلى كل حبايبك الممدوح. السنة الجاية تكون على عرفات ان شاء الله. احنا وانت وكل ام محمد كلها يا ماما، احنا وانت وكل الناس كلها. كل سنة وانت طيب واسرتك بخير يا رب. ربنا يخليك يا امي وحضرتك طيبة وبخير يا رب. والوالدة يا رب سلم لي على الوالدة كتير قوي. يوصل يا حاجة. حاضر حاضر. وعايزة بقى تعمل لنا حبة فتة عشان نعملها في العيد. بكرة ان شاء الله حلقة فتة بس. فتة بس حلوة كده بنزك الجميلة. يا حبيبتي ابعتها لحد باب البيت. والله يا ماما حاضر. لا ده احنا عايزين نشوفك بقى تعملها لنا. وتحياتي لأسرة البرنامج كلها وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة يا ماما وربنا يخليك وبشكرك لاتصالك. عرفات جميعا. يا رب اللهم امين. احنا كل الناس كلها يا رب. بشكرك جدا يا ام ممدوح وكلامك الحلو ودعواتك الحلوه يا رب تقبل مننا جميعا ومن حضرتك كل الدعوات الجميله دي. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. كل امهاتنا يا رب بخير وسلامه وسعاده، وان شاء الله كل الناس ان شاء الله ما تقعدش السنه دي حج ونفسها تطلع ان شاء الله السنه الجايه نطلع جميعا ان شاء الله باذن الرحمن. طيب البابيه اللي بخليها تاخد غلوتين لوحدها ليه؟ عشان خاطر اخلي البابيه دي رقم واحد تستوي ما تنزلش معايا بمقارنه اللحمه، لحم تاخد تسويه اكتر لو كان ضاني او كان دوز او باقي عامه. ما قارنهاش بالخضار عشان ما دخلش نفسي في مرحله الهريان، مش عايز اعمل كده، عايز اخلي الحبايه بحبتها، وده مهم جدا ان احنا نشتغل بيها تكون مستويه لوحدها. طيب تعالوا نخش على الطبق الثالث. يعني انت مستنيين لما اقول تعالوا نخش على الطبق الثالث تقوم تقول لي عايز اطلع فاصل اسمع كلامك دلوقتي ولا اسمع كلام نفسي؟ اسمع كلام نفسي؟ والنبي بتحرجني بذوقك. والله بتحرجني بذوقك. انت حد لزوز ومش عارف اقول لك ايه. طيب حاضر حاضر احتراما لحضرتك طبعا مش هقدر اكسر لك كلام. طيب هنطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل نرجع نخش على طاجن المزلكيه بقى وطاجن الكبده اللي عايزين نعمله لحضراتكم بس بعد الفاصل. اتفضل يا اسمعني. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانيه مع لقمه هنيه. طيب سريعا نعيد، كنا بنتكلم على ايه من شويه قبل الفاصل؟ الفخده المتشفيه متبلها على النار عايشه حياتها، اللحمه المسلوقه بتاعه الباميه شغاله زي ما حضراتكم شايفين اهي ما شاء الله خلاص على وشك اهو بكل بساطه، مرقتها ما شاء الله زي الفل. عندي الناحيه الثانيه الباميه شوحناها، ادينا حبه مرقه استوت ما خليهاش بقى تغلي كتير، طلعها خضرة كده زي ما حضراتكم شايفينها عشان لما تحط مع عصير الطماطم تبقى برضو ليها طعم كويس وبسيط. تعال نسبك بالمره عصير الطماطم ونقفله عشان ندخل الكلام ده كله الطاجن الفرن ونبدا نخش في اللي بعده واحنا مستريحين. نفس الحله اللي كنت بشوح فيها الباميه هبدا اشتغل بيها كده على مزاج. هعمل ايه بقى؟ هجيب عندي فص ثوم حلو كده على مزاج كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اه معلقه ثوم حلوه ونديها زبده اهو، معلش هنزيد جيب نديها مكعبين زبده حلوين كده. الله على ريحه الثوم، والله دخلت في عينيا الثوم. واجيب عندي قرنين فلفل حلوين، بسم الله معلش كده اهو بسم الله، وافتح كده الفلفل ونروح عاملين كده ومشوحين الثوم مع الفلفل. شايف الكلام يا حماده؟ مش هحط لها بصل، هي زي ما هي كده. واجري بسرعه اجيب عندي معلقتين صلصه طماطم وراح مشوحهم مع الايه؟ مع الفلفل ومع التومه. اه دي تسبيكه حلوه، مش هحط بصل المره دي. دي تسبيكه حلوه ايه يا فندم؟ للباميه باللحمه الضاني. نشوح كده مع بعضيها وراح اعمل ايه يا فندم دلوقتي؟ جايب عندي بسيط كده حبه عصير طماطم فريش، مش عايز اسبك كتير هنا صلصه طماطم مع الزبده عشان ما تتحرقش وتبقى تقيله. لا احنا ماشيه كده حبه الميه دي بالمره كده اهو ماشي الكلام. وراح اعمل ايه من دلوقتي بالمره؟ اروح مبهر حاجتي، اجيب عندي معلقه عشان انسى الموضوع واسيبه يتسبك وانا شغال في الكبده. جايب عندي حبه ملح اهو وحبه كزبره ناشفه بلدي جدا بسيط وسنه شطه عشان لو الفلفل طلع اي كلام، حبه بهارات مشكلين من بتوعنا وكده زي الفل قوي ما نزودش عن كده. اهو اقلبهم مع بعضيهم كده اهو حلو الكلام اهو. تسبك تسبكتين كده بس يغلوا مع بعض والامور تكون واضحه كده، نبدا نشتغل بقى باللحمه ونحط كمان الباميه وندخل الفرن على طول اهو. حلو الكلام، غطي عليها
اجيب منديل. شفت انت الفخده وصل لحد فين؟ تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش يا فندم. بص الفخده فين؟ اول ما ردت بس البوتاجاز، عشان انا ما بحبش حاجات تقع بصراحه ونسيبها بتنشف، شكلها مش لطيف، تحس ان احنا عايشين في يعني متضايق. ليه؟ ننظف حاجاتنا اول باول. يا ام محمد صباح الفل يا ماما. حضرتك عامل ايه؟ الو. ايوه مع حضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه طيبه. حضرتك طيب والله، انا بحب اكلاتك جدا. ربنا يخليك يا ام محمد ويخليهولك ان شاء الله يا رب ويفرح وتفرحي بيه. ربنا يكرمك، والله انت انسان كويس ومحترم جدا والله. ده من ذوق حضراتكم يا فندم، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا امي. وعلى طول بتفرج عليك، وبنتي بتحبك جدا، عندها 3 سنين. نعم يا فندم؟ بنتك عندها 3 سنين بتتفرج علينا، ربنا يحفظها لك يا رب ويخليها لك. ربنا وتبقى يخليك. عروسه كده وتفرحي بيها يا رب. ربنا يخليك يا ربنا يخليك يا فندم، تحت امرك يا ام محمد. معلش انا حسيت اني فتحت متاخر، عاوز اعرف طريقه الموزه. الموزه الضاني. حابه تعمليها ازاي يا فندم؟ نعم؟ حابه تعمليها ازاي؟ يعني تعملي الموزه ازاي يعني؟ بالباميه؟ بالطريقه اللي انت عاملها. باللي انا عاملها، عينيا الاثنين. حاضر. حاضر يا امي. حاضر. حالا هقول لك على طريقه الموزه الضاني بطريقه سهله جدا، تسلقيها وتدخليها في فرن وتروقي الدنيا خالص. عينيا الاثنين. حاضر. حاجه ثانيه؟ لا ربنا يكرمك. صباح الورد وسلميلي على بنتك القمر، اسمها ايه بنتك؟ اسمها ميرفت ابراهيم. ميرنا؟ ميرفت. ميرفت، ما شاء الله على ميرفت، ربنا يحفظها لك يا ام ميرفت ومحمد ويغلهم لك. بشكرك جدا لاتصالك، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب حاضر هقول لك على طريقه. بقطع الكبده بتقطيعه ناعمه بسيطه جدا، واحده واحده عشان ما اهرهاش، كبده فريش. بص حتى لما يكون تقطيعه كبيره كده بنروح واخدها كده ايه ببطن السكينه، بحيث لما انزلها عندي انا مش بعملها اسكندراني، انا هعملها كبده مشوحه. تكون معايا مورقه كده، شايف المورقه عامله ازاي؟ اهو كده. تكون معايا خفيفه مش تقيله. ليه بقى خفيفه مش تقيله؟ عشان تستوي معايا بسرعه. ماشي، ما هي الكبده ما تاخدش وقت اصلا كده كده. وايه تاني؟ عشان واحنا بناكلها ما نحسش احنا بناكل لحمه. كبده حلاوتها لما تكون مقطعه ناعمه. ناعمه يعني ايه؟ مورقه كده، تحس ان هي ورق اهي. طبعا انا هكلم بطريقه بسيطه جدا عليها. حته الكبده دي نقطعها زي ما احنا شايفين كده اهو، شايف عامله ازاي يا حماده؟ كده اهو. اهو حتى لو خدناها كده اهو، حتى لو خدناها كده نروح جايين كده ومورقينها كده اهو. دي بقى ليها تسويه سهله جدا وبسيطه، وهسوي معاها كمان القلب والكلاوي، ولكن نتكلم عنهم برده واحده واحده اهو كده اهو. مش عايز بس ادوس عليها بالسكينه جامد عشان انا شايل الكفر اللي عليها، فطبعا بيبقى ضعيف جدا اهو في تقطيعها. هعمل لكم بطريقه ايه بقى؟ تخيلوا طريقه الكبده الجملي دي، طريقتي انا بقى، طريقتي الشخصيه، ان انا اصلا كمان بحبها، فاكيد ان شاء الله هتبقى حلوه مع الضاني اكتر كمان. ادي الكلاوي لو حضراتكم فاكرين عملناها امبارح، بقطعها برده نفس التقطيع، ورق كده خفيف اهو. هنسوي الاول الكلاوي مع القلب، وبعد كده هنخش هنسوي الايه؟ الكبده. ولو في حته لحمه عايز احطها في النص بس تكون ناعمه، ما عنديش مانع. الكلب يعني القلب كده كده متظبط. اقطع يعني كده كده، اقطعه كده الناعم بحيث برضه ينزل ويستوي معايا بسرعه، لان انا هسويه على طاسه مش على جريل. تمام كده يا فندم، دول كده اهو، ادي الكلوه وادي القلب. حلو الكلام. اجيب عندي سنه زيت بسرعه قبل ما اشيل الكلافز عشان اشتغل على طول اهو كده اهو. حلو الكلام. وهجيب على طول القلب اول حاجه، بسم الله. بعد منه الكلاوي، هما الاثنين تسويه واحده. حلو الكلام كده اهو. وابدا اشتغل بقى واقلب واظبط الامور. ام جمال من القاهره، صباح الفل يا ماما. الو. ايوه يا فندم، صباح الفل يا فندم. صباح الخير، ازيك؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، كل سنه طيبه. كل سنه وانت طيب يا ابني. يا رب دايما بخير يا رب، وحبايبك بخير يا رب. انا كان نفسي اكلم حضرتك من زمان والله يا ابني. الايه يا ماما؟ كان نفسي اكلم حضرتك من زمان. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب، ودايما تكلمينا ونكلمك بخير يا رب. كل سنه وانت طيب يا ابني. وانت طيبه يا امي وبخير وجمال، يكون عريس يا رب لو كانش لسه اتجوز. ربنا يخليك يا ابني. بعدين انا كنت عايز اعرف طريقه الفته منك كده. الفته عينيا الاثنين. حاضر، احنا بكره نعمل حلقه خاصه للفته، واقول لك برده النهارده على طريقتها بشكل يكون سهل جدا وبسيط. حاضر يا ماما. حاجه ثانيه يا امي؟ عايز اقول حاجه للكنترول يا ابني، ممكن؟ طبعا ممكن يا امي. حاضر،
مع زمان الكنترول. انا يا ابني جوزي متوفي اديله سنه، وبنتي اديلها سنتين مخطوبه، ولسه يعني كاتبه كتابها بدلها شهر، مش عارفه اجهزها يا ابني والله، وانا بصرف على عيالي بنتين تانيين معاهم يعني. حاضر يا امي، حاضر يا امي، سيبي رقمي في الكنترول مع زمايلي ويكلموكي، وان شاء الله نقدر عليه، نحاول يعني نحاول نعمل حاجه مع حضرتك. حاضر يا ماما، حاضر، تحت امرك يا امي، عينيا الاثنين. شوفوا النبي يا شباب، الحاجه محتاجه عشان السباحه كويس والله بجد، وان شاء الله نحاول نقدر نحاول نعمل لك حاجه تبسطك ان شاء الله او تساعدك. انا فهمته ان تجهزي بنتي. حاضر. الكلاوي والقلب بص عملوا ازاي، شايفهم اهو شوح من غير حاجه خالص، لسه ما حطيناش حاجه. حلو الكلام. اجي كده بقى وروح نازل بيه يا فندم. بص الحركه اللي عاملها دي حركه كده ايه على مزاج شويه. شوف السن دي ايه، شايفها سن ايه دي يا فندم؟ خل مظبوط كده اهو، هنقطعها قدام حضراتكم، وما استناش لما يتهري مني، وما استناش لما الكبده تتهري مني، هي بس ايه سن الخل دي بتشيل اي حاجه ليها علاقه بالزفاره في الدنيا كلها. بسم الله، وانزل على طول كده اهو على ايه، على النار على طول، وانا بنزل كده على طول وراح جاي ايه مقلب حاجتي كلها سريعا وكله في بعضه بالشكل دوت اهو، وراح جاي عندي ايه موسع لنفسي كده، ومنزل عندي هريسه، معلقه هريسه كبيره في النص كده، هي مش شاطه شويه، وكمان عندي معلقه توم كبيره اهو، بساوي التوم بالهريسه مع تسويه الكبده كله مع بعضه، ما استناش بقى لما اشوح الكبده لوحدها وتبدا تنشف مني، وبعد كده اخش احط لها تومه فالتومه تبدا تتلسع، لا انا هساوي كله مع بعضه، بس انا عايز احط ده على نار حاميه شويه. هرحل كده شويه هنا البامية، تمام، صلصة البامية خلاص، وهاخد عندي طاجن الكبدة الحلو ده هنا اهو على النار العالية دي، ونقفل بالمرة البامية عشان ندخلها الفرن. خلاص مخلصين، وعندي كمان نعم، لا انا هاخد ام اسماعيل بس، لا تديني ام اسماعيل لما مش هطلع فاصل. عايز ايه؟ ام اسماعيل صباح الفل يا ماما. صباح الخير. يا اهلا بيك يا امي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير يا ام اسماعيل. انا كنت طالبه منك حضرتك خدمه بس. تحت امرك، اتفضلي يا ابو اسماعيل سامعك. معلش انا عندي خمس عيال وجوزي ميت. تمام. وابني شغال في قهوه، ففي عنده مشكله في القهوه، ورحت احلها فقالوا لي عايزه 5000 ونص. تمام. معايا حضرتك؟ انا سامعك يا ابو اسماعيل، سامعك. طب فهمني يعني ولا ايه؟ لا فهمني. سامعني؟ والله سامعك. 5000 جنيه ابنك عمل مشكله في القهوه، رحت تحليها قال لك ادي 5000 جنيه، صح كده؟ بس، وابني اللي بيصرف عليها عشان جوزي متوفي. ابنك بيصرف عليك عشان جوزك متوفي، تمام. ومعايا 5 عيال. بتوع ايه ال 5000 بس كل؟ نعم؟ بتوع ايه ال 5000 جنيه؟ بتوع الشاشه بتوع القهوه اتكسرت، فصاحب القهوه عاوز ال 5000. الايه معلش اللي اتكسر؟ الشاشه بتاعت القهوه اتكسرت، وعاوز صاحب القهوه عاوز 5000. يعني ابنك كسر الشاشه في القهوه وعايزين منه 5000 جنيه. والله انا مش عارف ارد عليك اقول لك ايه، بس يعني سيب اسمك في الكنترول ورقم تليفونك، بشكرك، ولو حد يقدر يساعد الحاجه ابنها شغال في قهوه وكسر الشاشه التلفزيون لراجل صاحب القهوه، فالراجل عايز ياخد 5000 جنيه حق الشاشه، فلو نقدر نعمل كده يبقى اكيد طبعا نساعد حضرتك. تحت امرك يا ابو، بشكرك. طيب هرجع تاني، الكبده شغاله اهي، الصلصه الهريسه اللي حاططها شكلها حمرا كده، فلفل احمر، ومش عايز اقلب كتير، عايز اسويها بقى على مزاجها كده شويه، هو يحني، انا مش عاملها اسكندراني زي ما قلنا وتش وتش وبتاع، انا عايزها تكتك مع نفسها كده واحده واحده. عندي هنا الباميه سقطتها في الصلصه، هنجيب بقى اللحمه نحطها عشان ندخل الفرن على طول ونقفل الدنيا. انت الساعه 2:30 الا 5، عايز مني ايه؟ امرني امر. بص اللحمه عامله ازاي؟ بسم الله اهو، شايفها يا حماده؟ اهو، والمرقه عامله ازاي؟ كده اهو، تنزل بقى تكمل لي بقى ايه تكتكه مع نفسها كده، شايفها يا باشا؟ وراح جايب عندي الطاجن المحترم اللي في الفرن ده، لان انا بحب احط الطواجن جدا في الفرن على فكره، بيفرق فيها هقول لكم حالا بيفرق في ايه. بسم الله، تعالى لي كده بعد اذنك. جاهز يا فندم؟ ركز معايا في دي، شايف دي؟ شايف دي؟ شايف فص التوم مع دي؟ ها، خد كمان مني دي،
ما ترد يعني انا ترد عليا وتريحني، لا ما تلومنيش، انا راجل مش شايفك، انت شايفني ولا لا؟ اكيد يا محمد يا خالد ما هوش فراغ مني، انا كل شويه شوف 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 شوف، انا هبعمل حاجه عايز اوريها للناس. ها ما يا حبوب انا ايش عرفني ان هم شايفين؟ خليك ادي دلوقتي انا هو بكلمك وشايف كاميرا بتبص لي انا دلوقتي، وانا عايز الكاميرا اللي فوق تشوف مثلا. يعني انا عارفك انت استاذ والله، بس انت عارف يعني بحب دايما اركز شويه في الحاجات دي. بص كده بقى، الزبده فص الثوم اتحطوا على الطاجن وهو سخن، راح جايب عندي الطاجن الحلو ده، بسم الله الرحمن الرحيم، وراح اعمل كده. شايف طاجن الباميه عامل ازاي باللحمه الضان؟ شايف الكلام؟ وراح اعمل ايه بقى؟ لك على الفرن؟ اقول لك لا، لحظه. اقول لك لحظه، راح اعمل ايه بقى؟ مساوي كده الامور وزي الفل وتمام التمام، واديها حبه مرقه. ليه؟ عشان لما تخش عند الفرن الطبيعي ان وارد تقصر. يعني ايه تقصر؟ يعني المرقه هو البوتاجاز ماله كده يا اخوانا. المرقه الطبيعي ثانيه واحده. احيانا بس البوتاجاز عندي عطل. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ماشي الكلام. احيانا هاخد بس حبه مرقه. نعم يا فندم اسف. هلا من القاهره، صباح الفل يا هلا هانم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ماما عامله ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. وحضرتك طيبه وبخير يا رب دايما. انا متابعه برنامجك على طول وتسلم ايدك بجد. ده شرف لينا يا ام هاله، ربنا يخليك ويخليك هاله يا رب. انا اسمي هاله. انا انت اسمك هاله؟ طب كلمينا تاني معلش، انا اسف. قالوا لي ام هاله، انا اسف معلش. حاضر يا هاله هانم، تنورينا، انا مستنيك تكلميني تاني. الطاجن ده يخش كده على الفرن ويساب كده خمسة تكتك وبعد كده غطاه موجود، او ممكن نعمل العكس، نخليه يتغطى وتكتك وبعد كده نطلعه في اخر الحلقه ان شاء الله. غط كده ونسيبه يعيش حياته ويتعايش. انا عايز بس اقفل لك الكبده دي قبل ما اطلع. خلاص الكبده دي خلصانه اهو، شايف المنظر عامل ازاي؟ نبهرها بالمره بقى. شايف منظر الكبده عامل ازاي؟ بسيط جدا، حبه ملح اهو، وسنه كمون، وسنه كزبره ناشفه، وسن شطه لو حبينا، وحبه بهارات برده. ماشي الكلام. الكلام ده كله عمل لي صوص. شايف المنظر الصوص عامل ازاي؟ ده تغميس، ده عيش، ده بقى كبده العيد. يعني دي ان شاء الله اول حاجه بنعملها اول ما بنذبح خروف، بناخد الكلام ده كله ونعمله بطريقه سهله جدا، بنقطعها صغير جدا، بعد كده بنسويها تسويه القلب والكلاوي الاول لوحدهم. لو احط معاهم حلويات بنزلها برده الاول عشان تستوي كويس. في حله تكون كبيره، حبه زيت يكونوا كتار عشان الحاجه ما تحرقش مني وتبقى شغاله ناشفه كده، ونقعد نقلب تحس ان هي بتتشوح او شكلها حلو بس هتنشف مني بسرعه ومش هلاقي حاجه اغمسها. فبحط حبه زيت شويه وانزل بالاول الكلاوي والكبده والحلويات دي واشوحها كويس قوي. بعد كده هبدا انزل عندي بالكبده والثوم والفلفل الحار، تشويحتين مع بعض، واسيبهم عندي لحد ما ياخدوا اول تكتكه. خلاص كده خلصان. شايف عامل ازاي؟ اهو شايف المنظر. واسيبها خالص تهدد عليها الدنيا، وبتبهر في الاواخر حبه كمون، حبه فلفل اسود، حبه شطه، حبه بهارات مشكلين. ده كله في الاخر بيعمل لي طعم كويس جدا وريحه. والصوص بتاعي هنشوفه برده مع حضراتكم اهو زي ما حضراتكم شايفين بكل بساطه وكل سهوله. انت عايز تفاصل؟ بعد الفاصل نرجع ان شاء الله نقفل الاخبار، يعني بقيت حاجتنا كلها ان شاء الله بعد الفاصل. اتفضل يا فندم. اهلا بيكم مره تانية مع لقمة هنا. طيب احنا قبل الفاصل الكبده خلصانه وكمان دخلنا الباميه جوه الفرن. الكبده تاخدش وقت مني كتير زي ما حضراتكم شفتوا. انا بس ايه يعني سيبها شويه كده. بص الصوص ده محمد، الصوص ده هو الفكره كلها في التغميس. بكل بساطه وكل سهوله نغرف على طول ما فيهاش كلام. سن الجوز تطيب في الاواخر كده على الوش، تديه نفس كويس، وعصره الليمون انا شايلها في الاواخر. ادي عصره الليمون يا سيدي. لو اي بقى سن الدهون هنا ولا هنا الواحد قلقان منها انسى. شايف المنظر؟ غمس وتبسط بالهنا والشفا. دي الاول يوم العيد او النهارده او بكره على الفطار اللي نفسنا فيه، بس اكيد خليها على اول يوم العيد، لان دي بتبقى دايما كل العالم كله بيفطر من كبده الذبح اللي موجوده، او لو حد عنده كبده بيبقى برده موجوده. ونروح من حبه الليمون كمان على الوش كده. شايف المنظر؟ شوف الليمون لما بينزل بيعمل ايه؟ شايف المزازه؟ وسيب دول كمان هنا عشان لو حد حب يدي تاتش زياده ولا بتاع. بالهنا والشفا. فيها كل حاجه، مش عايزه اي بهارات ولا عايزه اي كلام تاني، هي زي ما هي كده. وبالهنا والشفا يطلع على طول اول طبق لحضراتكم، طبق كبده بالكلاوي بالقلب.
بالهنا والشفا. اه مع الليمون طبعا، عصره الليمون مع عيش يكون مقمر كده يعني بالهنا والشفا. طيب طبق التالت اللي هو طبق الفخد، هنشوف استوى. بسم الله الرحمن الرعيم، ونبص بس، تعال نجيب سكينه كده ونمسك كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بص يا حمد يا خالد معانا، بص المنظر. نشوف كل حاجه. بص اللحمه عامله ازاي، شايف معانا يا فندم؟ سيبها في الاواخر خالص، نغرفها نغز كده. بص كده غز، بص حته اللحمه، بص كده من هنا بطرح الغزه دي، لو طلعت معايا ميه شايفها يا حماده اهو، يبقى لسه شويه، لقيتها ناشفه نبقى نسيبها، يبقى نطلعها على طول خلاص. تعال نطلع عليها في الفرن طاجن الباميه باللحمه، خلصان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، على المائده على طول يا فندم. يلا بينا ونكشف هناك ونشوف كل حاجه هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، شايف المنظر؟ ها جاهز. بسم الله ما شاء الله، اتفضل يا فندم. طاجن باميه بلدي بيتي، بباميه فريش، بلحمه فريش، مع عصير طماطم فريش، بسنه التومه، معمول على مزاج. ده بقى كمان يعني يا سلام لما يكون في عصره ليمونه على الوش، ويا سلام لو هو كده برد واتغطى زي ما هو، حط في الثلاجه بكره نطلع على الفطار. وقت كده الفطار ان شاء الله بكره المغرب نطلع بيه، يعني ده تغميس لحد العشاء هو والكبده دي، انا بتكلم بكل امانه. خلاص انت عايز تختم صح؟ انا عارف. دي زي ما هي كده، انا مش عايز برضو ايه يعني ايه اكون اوفر، انا شايف ان هي شويه كمان، انا بحبها تكون ولدن، كان بقول صراحه يعني تمشي كده. لو حبينا، لو حابين نسيبها زي ما هي كده وماله، حابين نطلعها نص، مش نص تسويه طبعا، اكيد هي مستويه كويس قوي، مش هتخش الفرن خلاص، لان اللون بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كل حاجه باينه جدا. فانت عايز ايه؟ عايز تختم؟ يا ريت. طب استنى بقى نجيب طبق ونطلعها عليه برضو، بحيث نبقى واضحين في كل الاحوال. يا ريت، زهقتوا مني ها؟ زهقتوا مني صح؟ لا مش قوي، انت زهقتوا زهقتوا. انت اصيل. تعال نجيب حاجه كده، صينيه زي كده مثلا. كده اهو. ادي صينيه الفخده بالبطاطس والخضار. وبالهنا والشفا. الامور بسيطه جدا وسهله زي ما حضراتكم شفتوا، احنا يعني عملنا كل حاجه قدام حضراتكم بكل بساطه. طاجن بسيط جدا، طاجن الكبده بالكلاوي مع القلب، وطاجن الباميه مع صلصه الطماطم، مع حته من اللحمه الضاني المتشوحه بالزيت اللي انتم فاكرينها، وعند الفخده فتحناها ونضفناها تبلناها ولفيناها بالدباره، حطيناها خدت اللون وش وظهر، تبلت كويس قوي بالخضار، سيبناها بمرقه سخنه او بميه سخنه عشان تستوي وتبقى تمام التمام، والموضوع ابسط مما يكون. دي كانت حلقتنا النهارده الاربع، بكره ان شاء الله هتلاقوا في حلقه حلوه جدا ان شاء الله، حلقه فته مع تقرير لطيف زي ما اتكلمنا مع حضراتكم. وكل سنه وانتم طيبين طبعا، اجازه العيد، بعد العيد ان شاء الله هنتقابل مع حضراتكم ونيجي برده باكلات تكون مختلفه، اكلات تكون جديده ان شاء الله، يكون اللي جاي احلى لحضراتكم. واتمنى كل الناس كلها يا رب يعود عليكم الايام بخير، ويعود عليكم دايما الايام باليوم والبركات، ويكون عيد اضحى مبارك لحضراتكم مسلمين ومسيحيين ومصريين وعرب، وكل الناس كلها يا رب تكون ايام سعيده لحضراتكم. انا عارف ان بعض الناس خلاص يعني، طب بتكلم بكره خميس هيبقى في ويك اند، فالناس يعني مضروب الاجازه بتاعتها في وسط العيد، بس ان شاء الله يعني تقضوا اجازه سعيده ويكون ويك اند سعيد، او اجازه اسبوعيه لطيفه لحضراتكم. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد، السلام عليكم.